بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتتكلم عن الدعاء بسم الله الأعظم. هل هناك حد يعرف إيه هو اسم الله الأعظم اللي النبي قال إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ لو دعيت باسم الله الأعظم، النبي بيقول لك لما تدعي به ربنا يجيبك، ولما تسأل به ربنا يعطيك. فدعاء وحاجة مهمة جدا. طيب قل لنا بقى اسم الله الأعظم علشان ندعي به وعشان نحافظ على الدعوة فيه وعشان تبقى بسمة أمل في حياتنا أننا بدعي باسم الله الأعظم. المشكلة إيه؟ المشكلة أنه لا يوجد دعاء معين بعينه هو ده اللي تقول الدعاء باسم الله الأعظم. ليه؟ لأن كذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي صحابي بيدعي دعاء يقول له لقد دعوت باسم الله الأعظم، وده غير ده غير ده. واحد يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه النبي وهو بيدعي: اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تعطني كذا كذا. فالنبي يقول له لقد دعوت باسم الله الأعظم، مبروك هتستجاب الدعوة. وبعدين يجي واحد تاني يدعي ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويقعد يكررها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالنبي يقول له لقد دعوت باسم الله الأعظم. هو ده ولا ده؟ وبعدين بقى فيه 4-5 روايات تانية ان ناس تروح تدعي بدعوة هو النبي مش هو اسم الله الأعظم. طب ما ايه الحكاية؟ قالك معنى رائع جدا جدا جدا. قالك اسم الله الأعظم ما وافق احتياجك. يعني ايه؟ يعني انت محتاج ايه؟ انا والله مديون ومحتاج رزق من ربنا. اسم الله الأعظم الرزاق. انت محتاج ايه؟ أنا عملت ذنب كتير ونفسي ربنا يتوب علي ويغفر لي. اسم الله الأعظم الغفور التواب. أنت إيه؟ أنا محتاج أشعر بالقرب من ربنا ونفسي ربنا يرضى عني. اسم الله الأعظم: اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أنت حالتك إيه؟ كما تكون يكون الله لك. الله، ليه اسم الله الأعظم؟ لأنك هتدعي وأنت محتاج بأشد ما أنت محتاج إليه بمنتهى الصدق من كل قلبك، فيكون عندها اسم الله الأعظم لأنك حاسس به قوي، لأن احتياجك فيه عالي قوي. من النهاردة بقى أنت عارف أن أنت لما بتبقى مزنوق وحالتك صعبة قوي وخايف قوي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هتبقى عارف لما ما تبقى محتاج رزق وفلوس وسعة في الرزق، يا غني يا واسع يا رزاق يا كريم، كل دي الأسماء تدعي بيها. هتبقى عارف لما تكون خايف من ذنب وقعت فيه، يا تواب يا غفور. إيه رأيك يا جماعة؟ اسم الله الأعظم ما وافق احتياجك. كريم ربنا قوي، بسمة أمل تدلك قد إيه رحمة ربنا وحب العباد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.